وللحديث عن مواصلة الميليشيات الموالية لإيران إغلاق طرق في بغداد وعدد من المحافظات رفضا لنتائج الانتخابات الأخيرة، معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياك الله وبياك أخي الكريم. أهلا بك عميد خليل. يعني الميليشيات كما تعلم تقطع طرقا رئيسة في البصرة وديالى والأهم من ذلك في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات، أين تكمن خطورة ما يجري من الناحية الأمنية برأيك؟ أخي الكريم، ما يجري اليوم بعد مسرحية الانتخابات اللي أفشلها العراقيون بمقاطعتهم لها، والتي كانت طبعا في حقيقتها انتخابات حزبية ميليشياوية وليست شعبية، هو يؤكد بأن هذه الأحزاب المتأملشة قد أخذوا البلد رهينة والسلطة غنيمة، وباتت المناصب لديهم أخي الكريم مغانم وليس استحقاق وتقديم خدمات. لذلك هم في كل عملية انتخابية أو صراع سياسي أو حدث أمني يلجؤون للتلويح بالسلاح وفرض الغاية والهدف بالقوة، متجاهلين سلطة الحكومة التي تقف عاجزة أمامها حقيقة جراء نظام المحافظة الذي جاء به المحتل الأمريكي وعزز الاحتلال الإيراني والذي شمل جميع مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية. وهذا دليل بأن زعامات الميليشيات لا يمكن أن يكونوا رجالات دولة. اليوم الميليشيات لديها صفحات في هذا التصعيد، صفحة التباعد بلباس مدني وقطع الطرق، ثم الانتقال الى حوادث افتعال حوادث مع القوات الامنيه، قد يصل الامر لتصفيه بعض عناصر هذه الميليشيات بنفس ايدي الميليشيات لتصعيد الموقف، وقد يتطور الى اعتصامات مفتوحه تتطور لايقاف ايضا مؤسسات الدوله. ولكن هذه الصفحات تتوقف على رد فعل المفوضيه اللي هم طبعا انتخبوها جميعهم بعناصرها، ولكن نقول المفوضية التي يتسترون بها الموقف الأمريكي والإيراني. لذلك التنقل والتحول من هذه الصفحات وتأثيرها على السلم الأهلي والمجتمع المدني يتوقف على ما تقدمه المفوضية، واللي هو في الحقيقة الأحزاب الأخرى التي تنصاع تحت العباءة الأمريكية والإيرانية. يعني مع قطع الطرقات وأيضا تهديد الميليشيات باستخدام سلاحها حال تطلب الأمر بعد خسارتها بهذه الانتخابات التي بطبيعة الحال يعني لم يشارك فيها أكثر من 15% ممن يحق لهم التصويت، إلى أي مدى يمكن للقوات الأمنية والعسكرية في العراق السيطرة على الأوضاع في حال فعلا استخدمت هذه الميليشيات سلاحها؟ أخي الكريم، عندما نتكلم عن المؤسستين العسكرية والأمنية يجب أن تكون هنالك دولة، ولوجود دولة يجب أن تكون لديها القدرة على فرض السلطة وتأمين السيادتين الخارجية والداخلية. واليوم السيادة الداخلية نراها مهددة تحت السلاح الميليشاوي، فأين سلطة الدولة من هذا التهديد؟ وأيضا أين المؤسسات العسكرية والأمنية جراء وواجبها جراء هذا التهديد الميليشاوي التي يفترض بها أن تكبح هذا التوحش الميليشاوي؟ وأبسط الأمور هو فرض الأحكام العرفية. الجواب على كل هذه التساؤلات هو أنه العراق بعد عام 2003 تم أملشة مؤسسات العسكرية والأمنية وإجهاض مهنيتها وإقصاء عقيدتها. العقيدة المتمثلة هي اتخاذ جميع الإجراءات والمهام وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن من التهديدات الخارجية والداخلية. اليوم الوطن مهدد داخلياً، فالمفروض هذه المؤسستين لديها خطط مسبقة بغرض إيقاف هذا التهديد الداخلي، لكن أملشت هذه المؤسسات جعلها ضعيفة وعبارة عن عناوين خالية من المضمون ومهزومة داخليا وفاقدة لروح القتال والصمود والدفاع عن الوطن بشقيه الأرض والشعب. نعم، يعني من يعجز الآن أمنيا وعسكريا، نتحدث هنا من يعجز الآن عن كبح جماح هذه الميليشيات من يعني الاحتجاج والتهديد باستخدام السلاح لمجرد خسارتها بعض المقاعد، كيف له أن يدعي بأنه يسعى إلى يعني حصر السلاح بيد الدولة؟ هل فعلا هذه الدعوات تلقى أذانا صاغية من قبل العراقيين؟
بالتأكيد لأخي، وهؤلاء جميعهم سواء كان منصب رئيس وزراء أو أحزاب أو ميليشيات، عندما يتكلمون عن حصر السلاح والسلاح المنفلت والمجاميع هنا هناك، أبدا. العراق، ما يوجد في العراق هو سلطات عسكرية وأمنية مبعثرة قائدها فاقد القرار ومنزوع السيادة، ولذلك من يحكم العراق هي هذه الميليشيات التي أطرت عناوينها بعناوين مؤسساتية واستخدمت السلاح والمال والسيادة والقرار السياسي لفرض هيمنتها. وما يوجد في العراق هي منظومة حكم ميليشياوي كاملة الأطراف هي من تدير الأوضاع في العراق، ومن يتكلم عن عملية سياسية فهو واهم وهو كالذي يمشي وراء سراب. اليوم الميليشيات أثبتت علنا وصراحة هي من تدير البلد والحكم في العراق. هل نعيش اليوم مع عميد خليل، يعني هل نعيش اليوم ما تم التحذير منه من قبل المتظاهرين، متظاهري تشرين، من يعني خطورة خوض الانتخابات في ظل وجود السلاح لدى الميليشيات؟ بالتأكيد أخي الكريم، وهذه مسرحية الانتخابات الهزلية التي تأتي عام 2015 و14 و18 واليوم كلها عبارة لغرض ترويج أن هنالك نظام ديمقراطي تروج له أمريكا ومعها إيران. كل ما يجري في العراق اليوم من انتشار سلاح واستخدام السلاح هذا كغاية ووسيلة لفرض السلطة كرها على الشعب وتنوع الإرهاب وأملشة المؤسسات وضياع السلم الأهلي والأمن المجتمعي، كله عبارة عن مخرجات الاحتلالين الأمريكي والإيراني. وسيستمر العراق تحت ظل هذا النظام طالما وجد هذا الدعم الأمريكي والقرار الدولي الذي يؤيد هذه العملية السياسية الفاشلة في العراق، وسنشهد 4 سنوات أخرى من الضياع والإرهاب والإقصاء والتهجير في ظل هذه الأحزاب المتأملشة سياسيا. نعم، إذن كنت معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.